ولهم أعطى كل شيء له الأجر المسمى. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا الشاب في عباده الصالحين. هذا إخواني شاب في ريعان الشباب، ابتلاه الله، ابتلى الله سبحانه وتعالى بهذا المرض وتوفي بهذا المرض الذي أصابه. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل مرضه مكفرا لجميع سيئاته، وأن يرفقه الشهادة أن يكتبه في عباده الشهداء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات بداء في بطنه فهو شهيد. فالإنسان الذي يموت بمرض أي مرض كان فهو من الشهداء بإذن الله سبحانه وتعالى. أن يجعل مرضه مكفرا لجميع سيئاته، وأن يرفع درجته، وأن يتقبله في الصالحين، وأن يبارك في حسناته، وأن يتجاوز عن سيئاته، وأن يجعل هذه المرض كفارة وتهرى لجميع ذنوبه. اللهم آمين. صلاة الجنازة كما تعلمون قبل أربع دقائق. إذن أيها المشاهدون الكرام، في بلاد الاغتراب وبالتحديد الدنمارك، العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، ومن أمام مسجد الوقف الاسكندنافي في العاصمة الدنماركية، جنازة تلو الجنازة منذ يوم الجمعة إلى غاية هذا اليوم الثلاثاء. نقوم بتوديع جنازات لأبناء الجاليات العربية والإسلامية في العاصمة الدنماركية، وليست في كل مملكة الدنمارك وإنما في العاصمة كوبنهاجن. نودع الجنازات. ها هي جنازة الشاب بلال الكايد، يعني بلال الكايد، شاب 24 عاما، وإن شاء الله نستفسر من الحضور عن هذا الشاب. أبو بلال يعطيك، أبو محمود يعطيك العافية، عظم الله أجركم. الشاب شو اسمه؟ بلال. بلال كايد، كم عمره؟ عمره بالعشرينات، كان أول عشرين. أول عشرينات، كان مريض يعني سابقا. متزوج؟ لا. يا سيدي رحمه الله ورحم الله موتى المسلمين جميعا، شكرا جزيلا. الله يبارك. إذن أيها المشاهدون الكرام، خمسة جنازات خلال أقل من أسبوع واحد من مطلع سبتمبر 2022 هذا العام. وبعد هذه الجنازة التي صلينا عليها بعد صلاة الظهر والإعلان عن نشر الاسم المتوفى لكل أبناء الجاليات المغتربة، أيضا حضرنا لصلاة الجنازة لكسب الأجر والثواب أيضا، وترحم المشاهدين الذين يجلسون في منازلهم أو في أعمالهم أو مرضى، يترحمون، يكتبون ترحمات على هذه الجنازة لكي يكونون مشاركون في الأجر والثواب. هذا هو مبدأ أبو الأمين، وهذه غايات أبو الأمين، أن يوصل الترحمات حتى للموتى في الدنمارك لكي يكسبوا الأجر بالدعاء، وأيضا الأحياء يكسبون الأجر. إذن خمسة جنازات في خلال أقل من أسبوع، وها هي صلاة جنازة امرأة عند صلاة العصر قد أعلن عنها، ولا نعرف من أي الجاليات. إذن الشاب بلال كايد 24 ساعة تقريبا، يعني بالمحتوى
قد توفاه الله مرضا، وندعو أهله الصبر والسلوان، وربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. قولوا آمين واكتبوا آمين، اكسبوا الأجر والثواب. وأذكركم في حديث أن إذا وجدت أي إنسان عنده مشكلة في الشارع ومرقت عنه، مريت عنه ولم تلتفت لمساعدته أو لوقف هذا النزاع بين طرفين، تلعنك الملائكة. الملائكة تلعنه. وابحثوا في كل الأحاديث الشريفة عن هذا الحديث. إذن فكيف من يمشي في مصلحة المسلمين لكسب الأجر والثواب والتوفيق ما بينهم والترابط والتعاضد والترحمات على بعضهم البعض بالأفراح والمناسبات؟ تهاني أيضا للأفراح. هذه شبكة راديو عرب الدنمارك الخاصة، أبو الأمين كوبنهاجن. أطال الله في عمري وعمركم. قولوا آمين وإلى اللقاء. هذا مشروع المسجد الجديد، التوسعات. إذا معنا اليوم جنازة. تحكوا عربي؟ السلام عليكم. إحنا مراسلين للجاليات كل العرب هون. يعني هسه قبل شوي سجلنا الجنازة. الأخت اللي متوفى منين؟ مصرية. مصرية. تحب تطلع على التلفزيون؟ لا معلش. طيب شو اسمها؟ ممكن بس الاسم. سميحة. سميحة الأختي. إذا أيها المشاهدون الكرام، لقد يعني حصلنا على اسم المرأة المصرية التي توفيت من بعض الأخوات، حيث ذكرت أنها اسمها سميحة لطفي، يعني الحقة سميحة لطفي، قريبة الأخ ناصر الحربي وفي الدنمارك، رحمها الله، ويعني رحم الله موت المسلمين جميعا. والتقينا مع الأخ ابن المرحومة بإذن الله تعالى. الأخ عرفنا على نفسك. حسام مختار حربي. حسام مختار حربي، أعظم الله أجرك باسم الجاليات العربية والإسلامية في الدنمارك وخارج الدنمارك. الله يخليك. اسم المتوفي إيه؟ سميحة محمود لطفي. بتكون والدتك؟ والدتي. وأدعو بس إيه؟ إن الناس يدعوا لها إنها إيه؟ ربنا يغفر لها وتخش الجنة. اللهم آمين يا رب العالمين. أشكرك جزيلا. إذا كلمة بحال المتوفى حتى تعلمون أن الإنسان لا يعرف ماذا يحصل حوله، وخاصة الذين يسكنون بعيدين حوالي 300 كيلو متر عن العاصمة الدنماركية. هي المرأة التي ذكر اسمها الحاجة سميحة، هي كانت من المتصدقين وتتصدق على الفقراء، وهذه كلمة تحق تقال، أنها كانت تسأل ويعني وتحاول أن تقدم المساعدات للمحتاجين والفقراء، وخاصة الذين حكم عليهم بالسجن للدفاع عن القرآن، حيث كانت تدعم أحدهم ولا أريد أن أذكر اسمه في النقود لمساعدة لهذا الشاب. إذا ترحموا يا إخوان، ترحموا. أنا عيني تدمع. إذا هذه المرأة الحاجة سميحة توفاها الله وكانت تتواصل معي على الواتساب، والآن علمت أن اسمها سميحة طاهر وابنها تكلم الآن، أنا شعرت يعني بحزن كبير جدا، لأنني لم أتواصل معها منذ عدة أشهر، وسألت عنها كثيرا، حيث كانت تستمع لنشراتي الإخبارية وتتكلم مع السائقين، أنها تتابع نشرات الإخبار أبو الأمين التي تبث من الدنمارك إلى العرب، وهي توصل الأخبار إلى جاليتها المصرية. إذن لا أقول إلا رحمها الله، إن لله وإنا إليه راجعون. ترحموا على موتاكم أبو الأمين.
ست جنازات يا أيها المشاهدون الكرام في خلال أسبوع من مطلع سبتمبر إلى غاية اليوم. طبعا العام 22 يعني 2022 العاصمة كوبنهاجن وحدها ست جنازات خلال أسبوع. ترحموا عليهم لعل الله يرحمكم، وتجدون من يصلي عليكم وترحم عليكم. إلى اللقاء.